فيلمنا بيبدأ مع شاب اسمه كارل واخته بيكي واللي بتكون حامل وعلى وشك الولاده، وبيبقوا هما الاتنين في رحله بالعربيه وبياكلوا اكل من مطعم في طريقهم، وبتحس بيكي انها دايخه فبيقف كارل بالعربيه جنب كنيسه، وبتفتح بيكي باب العربيه عشان ترجع بسبب ان حملها مأثر عليها، وبتتحسن حاله بيكي شويه وبتتكلم مع اخوها، وهما بيتكلموا مع بعض بيسمعوا صوت طفل بيصرخ وبيستنجد بحد يساعده، وبيكون الصوت جاي من حقل فيه اعشاب طويله جدا، فبينزلوا من العربيه وبيروحوا لمصدر الصوت عند الحقل، وبتنده بيكي على الطفل بصوت عالي وبتسأله لو عارف انه يسمعهم، وبيقول الطفل انه سمعها وانه مش عارف يطلع من الحقل بقاله ايام، وبيقول كمان انه مش لوحده وانه معاه واحده بتتصرف بطريقه غريبه، فبتستغرب بيكي وبتسأل نفسها هو ايه بيحصل في الحقل، وبيدخل كل الحقل عشان ينقذ الطفل، وما بيسمعش كلام اخته لما بتقول انه يستنى ويفكر كويس قبل ما يدخل، وبيفضل كل ماشي وسط الاعشاب الطويله وبيتعمق في الحقل، وبتتحرك بيكي وراه وبتحاول انها تتصل على شرطه الانقاذ بالموبايل، بس الشبكه اللي في المكان اللي هم فيه بتكون سيئه جدا والمكالمه فصل، وبتكون بيكي مش واخده بالها من ان الحقل فصل ما بينها وما بين اخوها، وما بتعرفش تشوف اي حاجه غير الاعشاب اللي في كل مكان، وبيفضل كال ينده على الطفل جوه الحقل ولكن الطفل ما بيردش عليه، وبيبدا يحس بالندم انه دخل الحقل وبتتغرز رجله في الطين، وكمان بيكون ساب نظارته في العربيه ومش عارف يشوف كويس من غيرها، وبيقول كال لاخته ان اكيد في حاجه غلط وملهاش تفسير بتحصل في الحقل، وبيقول لها انهم يرجعوا تاني للعربيه عشان يكونوا في امان، ولكن قبل ما يعملوا ده لازم يلاقوا مكان بعض عشان يتحركوا مع بعض ومحدش يتوه، وبتقول له بيكي عندها فكره عشان يعرفوا يلاقوا بعض، وبتقول انهم لازم ينطوا عليه في نفس اللحظه عشان يشوفوا بعض، وبيبقى كال خايف على اخته عشان هي حامل ولكن ما بيكونش في حل تاني، وبينطوا هما الاثنين وبيعرفوا يشوفوا بعض في الجو، وبيطمنوا لما بيعرفوا انهم قريبين من بعض، ولكن لما بييجوا ينطوا تاني بتحصل حاجه غريبه جدا، وبتشوف بيكي اخوها بعيد جدا عن المكان اللي كان فيه من ثانيه واحده من غير حتى ما حد يتحرك، وبيكونوا هما الاثنين مستغربين جدا ومش لاقين تفسير للي بيحصل، وبيطلع ان الحقل بينقلهم من مكان للتاني من غير ما حد يتحرك، وبيجي وقت الغروب وبيكون لسه الاخوات تايهين ومش عارفين يوصلوا لبعض، وبيبدا صوتهم وطاقتهم تختفي بسبب التعب من الجري وبسبب ان بيكي حامل، وفجاه بيظهر راجل غريب لبيكي من الاعشاب وبيقول ان اسمه روس وان الطفل المفقود والست اللي معاه هم اصلا مراته وابنهم، وبيقول لهم انهم يفضلوا مع بعض عشان ينجوا من الازمه اللي هم فيها، وبتتحرك بيكي مع روس وبيلاقوا اغراض ناس مرميه على الارض وسط الاعشاب، وبيجي عليهم الليل وبيكون كال لسه مش عارف يوصل لاخته، وبيبدا يفقد الامل وبيحس بالاحباط لحد ما بيظهر الطفل من الاعشاب وبيقرب منه، وبيكون اسم الطفل توبن، وبيقرب توبن من كال وبيقول انه هيعرف يلاقي اللي بيدور عليه لو اللي بيدور عليه ميت، وده بسبب ان الحقل ما بينقلش الميتين لمكان تاني، وبيقول له كال انه يتحرك معاه عشان يلاقوا بيكي وانهم هيقدروا يعرفوا مواقع الناس اللي في الحقل لو وصلوا لصخره معينه، وبيتحرك كال مع الطفل في نفس الوقت اللي بيتحرك فيه روس وبيكي وسط الاعشاب، وبيوصل توبن وكال للصخره واللي بتكون ضخمه جدا ولونها غامق، وبيلمس توبن الصخره وبيحس باشعره وشعر ايده بيقف، وبيسال كال لو هو عايز يلمس الصخره هو كمان عشان بتخلي الواحد يحس براحه نفسيه، وبيجي كال يلمس الصخره ولكنه بيسمع صوت صراخ بيكي، وبيعتذر له توبن وبيقول له ان الاوان فات، وما بيكونش كال فاهم ايه قصد الطفل بفوات الاوان، وبيتحرك في الحقل عشان يوصل لاخته، وبيحاول توبن انه يوقف كال عشان بيبقى عارف ان كال مش هيوصل لاخته بالطريقه دي، ولكن كال بيكون بالفعل متعمق في الحقل، وفي يوم بيكون في شاب اسمه ترافيز وبيكون بيدور على بيكي لانها هي واخوها مفقودين في العالم اللي بره الحقل بقالهم ايام، وبيكون معاه صوره بيكي في العربيه، وبيبان انه بيحبها وممكن يكون ابو الطفل اللي بيكي حامل فيه، وبيسوق ترافيس عربيته وبيفضل يسال الناس لو حد شاف بيكي، وبيوريهم الصوره ولكنه ما بيوصلش لحاجه، وهو في الطريق بيلاحظ عربيه حمراء مركونه جنب كنيسه، وبيعرف انها عربيه بيكي لما بيشوف ارقام اللوحه اللي على العربيه، وبتكون العربيه متوسخه وبيبان عليها القذاره، خصوصا ان جوه العربيه بيكون الاكل اللي كانت بيكي واخوها بياكلوه تعفن والحشرات والدود بيتغذوا عليه، وبيكون ده غريب جدا لان كال وبيكي عدى عليهم يوم واحد بس في الحقل، بس بره الحقل بيكون عدى ايام، وبيدخل ترافيس الكنيسه عشان يدور عليهم ولكنه ما بيلاقيش حاجه، وبيطلع تاني لبره وبيلاقي كتاب بيكي على الارض جنب الحقل بتاع الاعشاب الطويله، وبيشك ترافيس ان بيكي واخوها ممكن يكونوا جوه الحقل، فبيدخل هو كمان الحقل عشان يدور عليهم، ولكنه بيبقى محشور في الحقل ومش عارف يطلع منه زيه زي الناس التانيين، وبيجي عليه الليل وبيكون لسه ما لقاش بيكي، وبيكون قلقان، وبيلاقي توبن وبيقول له ان كل الناس متصلين ببعض في حقل الاعشاب، وبيكون توبن عارف اسم ترافيس وانه بيدور
بيدور على بيكي من غير ما ترافيس يقول له، وبيقول له توبن انه ممكن يوديه لاخته. لكن السؤال الحقيقي، هل ترافيس بجد عايز اشوفها؟ وبيكون ترافيس مصمم على قراره وبيتحرك ورا الطفل وهو بيجري، ولكنه بيلاقي بيكي على الارض وبتكون للاسف ميته. وفي وقت النهار بتكون توبي بره الحقل مع اهله وكلبه، وبيبقى لابس نفس الهدوم بس بتكون نظيفه وشعره متسرح، وبيقول لامه انه في حد بينده على اسم توبن بصوت عالي، وبيجري الكلب وبيدخل الحقل وبيجري توبن وراه. فبيضطر روس ومراته ناتالي انهم يدخلوا الحقل لابنهم، وبنعرف ان ترافيس هو اللي بينده على توبن عشان هما اتقابلوا قبل كده. وبيطلع ان الحقل ما عندوش بس القدره على نقل مكان الناس اللي فيه، ولكن الحقل كمان بيلعب بالزمن. وبيصوت توبن وبيستنجد بحد يساعده، وبتسمعه بيكي واخوها، وبيكون ده نفس اللي حصل في اول الفيلم. وبتدخل بيكي واخوها للحقل عشان ينقذوا توبن اللي هما مش عارفين لسه اسمه، ولكن الاختلاف المره دي ان ترافيس بيسمع صوت بيكي فبينده عليها بصوت عالي. ولما الاخوات بيسمعوه بيستغربوا ازاي ترافيس موجود في الحقل ووصل هنا ازاي. وبيفضل توبن ينده بصوت عالي وبيقول ان في حاجه قتلت كلبه، وبيقول ترافيس للاخوات انهم يمشوا ورا صوت الطفل عشان يتقابلوا، وده لان الحقل ما بيحركش الحاجات الميته زي كلب توبن اللي مات. واخيرا بيعرف الاخوات يتقابلوا في الحقل وبيكون ترافيس معاهم. وبتسال بيكي ترافيس هو وصل للحقل ازاي قبل وصولها هي واخوها، وما بيبقوش لاقين اي تفسير للي بيحصل. وبيكون الخط الزمني في الحقل في حاله اضطراب بسبب تداخل الماضي في الحاضر، وكمان المستقبل بيرجع للماضي وبيدخل الزمن في حلقه زمنيه معقده. وبيتحد الثلاثه وبيبقى معاهم توبن عشان يعرفوا يلاقوا طريق الخروج من الحقل. وهم بيتحركوا بيرن موبايل بيكي، وبيكون المتصل واحد غير معروف، واللي بيقول ما تخلوش كارل يأذي ترافيس، وخليكوا دايما مع بعض، وما ينفعش نعمل نفس الغلطه مره ثانيه. وبيبقى ما فيش حد من الاربعه فاهم حاجه. وبيلاقيهم روس وبيبقى معاه مراته، وبيوعدهم انه هيساعدهم عشان يلاقوا طريق الخروج. وبيطلع ان روس عارف ازاي يخرجوا من الحقل، وبيوديهم للصخره الكبيره اللي في وسط الحقل، وبيقول ان اللي هيلمس الصخره هيعرف طريق الخروج. وبيجي كارل يلمس الصخره، ولكن اخته بتمنعه وبتقول انهم ما يثقوش في كلام روس. فبينط ترافيس على روس وبيوقعه على الارض، وبيقول للباقي انهم يهربوا بسرعه. وبيعرف روس يحرر نفسه، وبيمسك مراته ناتالي وبيمسك راسها بايده، وبيفضل يضغط عليها جامد لحد ما بيخليها تنفجر من الضغط وبيموتها. ولما بيشوف الباقي اللي حصل لناتالي بيعرفوا ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل مع روس، فبيهربوا باسرع ما عندهم لحد ما بيوصلوا المبنى مهجور وبيستخبوا فيه. ولما بيدخلوا المبنى بيحاولوا انهم يستوعبوا ويفكروا في كل اللي بيحصل، وبيلوم كارل ترافيس على كل اللي بيحصل، وبيتخانقوا مع بعض. وبيوقفوا الخناقه لما بيشوفوا روس داخل عليهم، فبيطلعوا على السلم اللي بيطلعهم للسطح، وبيشوف ترافيس وكال الكنيسه، وبيعرفوا انها قريبه من المكان اللي هم فيه. وبيفتكر ترافيس ان في حفره طويله ممكن تخرجهم بره الحقل، وبيجي يتحرك على السطح ولكنه بيفقد التوازن، بس بيمسكوا كال وبيلحقوا قبل ما بيقع، ولكن الكراهيه بتستحوذ على تفكير كال، فبيسيب ترافيس وبيخليه يقع من على السطح العالي وبيتصاب. وبيطلع روس على السلم لكال، وبيهرب كال مع اخته اللي بتلاحظ ان ترافيس انفصل عنهم، فبتشك في اخوها انه اذاه، وبتروح للحقل لوحدها وبتقول لاخوها انه يبعد عنها. ولما بيمشي كال ورا اخته في الحقل بيمسكوا روس بعد مطارده قصيره، وبيخنق كال لحد ما بيموت. وبيفوق ترافيس بعد لما فقد الوعي بسبب وقوعه، وبيروح للحقل، وبيعرف يوصل لبيكي وبيقول لها انه ندمان على انه سابها قبل ما بيكي توصل للمكان ده من الاول. وهما بيتكلموا بتصرخ بيكي عشان روس مسكها، وبيقلق ترافيس وبيحاول انه يوصل لبيكي عشان ينقذها، وبيوقع روس بيكي على الارض وبيغتصبها، ولكن لحسن حظ بيكي بتلاقي مقص على الارض فبتمسكه وبتغرزه في عين روس اليمين، وبتجري بيكي وبتبدا الدنيا تمطر بغزاره. وبتلاحظ بيكي انها محاصره بناس ما عندهمش وشوش، وبيكون رؤوسهم مصنوعه من الاعشاب، وبيفضل الناس يسحبوها لحد ما بتوصل للصخره الضخمه، بس بيكي بتكون فاقده للوعي بسبب اللي هي فيه. ولما بتفوق بتشوف الصخره وبتطلع موبايلها، وبتتصل على رقمها وبتقول ما تخليش كال يأذي ترافيس. وبيطلع ان ده مصدر الرقم المجهول اللي كان بيتصل على بيكي في الماضي، وده عشان بيكي اكتشفت ان المكان ده عباره عن حلقه زمنيه بتتكرر. وبتشوف ترافيس بيكي وهي نايمه على الارض، وبيلاحظ ان الطفل اللي هي حامل فيه مات، وبيظهر توبن وبيقول ان ابوه هو اللي قتل الطفل، فبيتعصب ترافيس وبيفضل ينده على روس عشان يخلص عليه بنفسه. وفجاه بيظهر روس من ورا ترافيس وبيضربه جامد، وبيفضل الاثنين يضربوا بعض، وبيلاقي روس عظمه مكسوره وحد على الارض في الطين، فبيستخدمها عشان يحاول يقتل ترافيس بيها، وبيطعن ترافيس بيها فعلا في بطنه، وبيقول ان روس كان الوحيد اللي عايز يخلي المجموعه تخلص من العناء اللي هم كانوا فيه. وبيقع ترافيس على الارض وهو بيموت بسبب النزيف. وبيروح روس لابنه توبن وبيمسكه وبيخليه يلمس الصخره، ولكن قبل ما توبن بيلمسها بتفوق بيكي وبتطعن عين روس الثانيه وبتخليه مش عارف يشوف تاني. وبيفوق ترافيس هو كمان وبيمسك راس روس وبيفضل يخبطها في الصخره جامد، وبيخنقه باستخدام الاعشاب كحبل حوالين رقبته. وبيموت روس اخيرا بعد لما اتخنق ومبقاش عارف انه يتنفس. وبعد ده بيلاحظ ترافيس ان بيكي على الارض وما بتتنفسش، فبيشيل جثتها وبيعيط على موت حبيبته، وبيكون ترافيس خسر كل حاجه، فبيروح يلمس الصخره وبيحاول توبن انه يمنعه لكنه ما بيعرفش. وبيلمس ترافيس الصخره وبيبدا جسمه يدخل فيه الاعشاب،
وبيتحد مع الصخرة والأعشاب وبيبقى عارف كل حاجة بتحصل في الحقل وإزاي يخرج منه، وبيقول لتوبن على طريق الخروج وبيديله سلسلة عشان يمنع بيكي وكال إنهم يدخلوا الحقل في المستقبل. وفي نفس اللحظة بيتنقل توبن بالزمان والمكان وبيلاقي نفسه جوه الكنيسة، ولما بيخرج منها بيشوف بيكي وكال خارجين من العربية ورايحين للحقل، فبيتحرك توبن بسرعة وبيحذرهم إنهم ما يدخلوش عشان عمرهم ما يطلعوا منه وهم عايشين. وعشان يخليهم يثقوا في كلامه بيوريهم السلسلة اللي ترافيس ادهاله، وبتشوف بيكي السلسلة وبتعرف إنها نفس السلسلة اللي هي لابساها، وبتعرف إن في حاجة غلط وخارقة للطبيعة بتحصل جوه الحقل، فبتقول لكال إنهم يرجعوا للعربية ويبعدوا عن هنا، وبياخدوا توبن وبيتحركوا بعيد عن الحقل. وبتقف الحلقة الزمنية اللي بتحصل في الحقل أخيرا، وبيكون المقابل إن ترافيس يفضل جوه الحقل للأبد، وبيبقى ضحى بحياته عشان حبيبته تعيش. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.